اهلا بالفنان النجم محمود عزب. معنا في هذه الحلقه فنان اقل ما نصف به انه غاوي مشاكل، وكانه لا يستطيع ان يحيا دون توتر، فالقلق بات جزء من حياته. قلد باتقان العديد من نجوم الفن والمجتمع، فكان هدفا لسهامهم، ولكن الجميع اجتمعوا على براعة وخفة ظله. أهلا أهلا بمحمود عزب في مرشد. أهلا بك أستاذ محمود، وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك، كل سنة طيبين وأنت صحة وسلامة. طبعا مرشد باسم البرنامج مرشد، مرشد طبعا زي ما احنا عارفين ان هو الـ الـ السطر أو الكلمتين اللي بيتقالوا قبل أي خبر، و بيتقالهم بطريقة أنها يثير انتباه القارئ طبعا، وبعدين بيكلموا في الموضوع. فقطعا في بعض المنشتات بتتكتب وعلشان تجذب انتباه القارئ بتبقى لها نوعية معينة، فنقرأ منشات الأول المكتوب على حضرتك. دوسيهات المحاكم امتلأت بالقضايا ضد عزب شو بسبب انتقاده المتكرر لنجوم التمثيل والغناء. أوقع الفنان محمود عزب نفسه في العيد في العديد من المشاكل والقضايا، كانت آخرها 5 قضايا دفعة واحدة رفعها ضده مجموعة من نجوم الفن والمجتمع. قالوا جميعا في صحف دعواهم أنه انتقدهم على شاشات التلفزيون بشكل يسيء إليهم ويقلل من مكانتهم الأدبية والفنية، وطالبوه بالتعويض. على فكرة أنا قريت الحاجات دي تقريبا، في كلام كتير قوي بيتقال. تمام. إن في قضايا من الشخصيات اللي أنا قدمتها ده ما حصلش خالص، يعني ما فيش مرة ما جاليش محضر ولا حد قال لي بالحكاية دي خالص، يعني ما فيش خالص وما فيش أي قضايا خالص. يعني الشخصيات اللي بقدمها شخصيات أكبر كمان من إنها يعني ترفع قضية. إيه أحب الشخصيات اللي تحب اللي حبيت تقلدها من الزملاء الفنانين على المسرح أو في أي برنامج؟ والله وأنا بقدم كل شخصية ببقى حبيبها جدا، بس في شخصيات ببقى أنا سعيد، يعني تعرف إيه سعيد؟ ده اللي إحنا عايزين نسمع عنه. يعني إيه يعني يقول لك الفنان بيمتع الجمهور. تمام. لا لا، الفنان بيمتع الفنان، بيمتع نفسه. صح. حقيقي لو ما متعش نفسه بالظبط يستمتع بنفسه ويستمتع بأدائه. طبعا. وإنه إزاي يجد تفصيلة حلوة في شخصية معينة. فأنا في الفترة الأخيرة دي عملت شخصيات حلوة كتير. طبعا. الفترة اللي جاية دي بعمل شخصية مذيع في قناة الجزيرة. تمام. أستاذ فيصل القاسم. أي. أسلوب وشكل هو جدير فعلا بأنه يتقدم يعني. فمثلا تحية طيبة مشاهدينا الكرام، يعتبر رئيس الوزراء شفيق الريري من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في التاريخ الحديث، فها هو يعود إلى رئاسة الحكومة بعد فوز كاسح في الانتخابات النيابية إلى حد يجعل البعض يقول أن الحكومة هي الريري والريري هي الحكومة. ده إلى جانب بقى التفصيلة اللي هي الباروكة والحاجات. لا أحسنت. طب أستاذ محمود، حضرتك ساعات بتلاقي شخصية بتبقى من الصعب أن الواحد يقلدها؟ طبعا. مش كده؟ ده كتير. يعني في بيبقوا سهل جدا الواحد جدا، وفي ناس صعب جدا الواحد يقلدهم. طبعا. انا سمعت برضو ان حصل مواجهه بينك وبين الاستاذ الاجنبي. من الشخصيات اللي بتعجبني جدا، يعني مثلا الاستاذ الابنودي من احلى الحاجات اللي بيقولها، مثلا بيقول وانا قاعد او مجعمز اتفرج على النساوين وهم بيخبزوا الفطير في الجار، انا قلت لازم اكتب قصيده فطريه حاسسها وقازه، كيف ما في يوم من الايام حبيت اكل لحمه فكتبت ملحمه طويله واكلتها لوحدي. انا كنت قاعد مع عوض. الجميل بقى يقول لك ايه، مثلا في حته بتعجبني قوي
بتاخد رد فعل كويس مع الناس لما اقول لهم يعني انا هقول لكم ويخبط او بقى يجي يتكلم ويقول لي اسمع يا انا هقول لك ده اسمي ويخبط في رجلي وقال قال بيقول انا كنت قاعد مع عوض وهقول لكم الحكايه كلها من الاول وبمنتهى الصرا والله ما كنا بننام غير لما الليل يجي والليل كان يجي عندنا دايما بالليل. معنا اذاعه اعمال عزب شو من الظهور على شاشه التلفزيون. بسريه تم صدر قرار داخل الاتحاد الاذاعه والتلفزيون بمنع اذاعه اي اعمال لفرقه عزب شو وايضا منع اي لقاءات تلفزيونيه معه لمده 3 سنوات. يؤكد بعض الخبثاء ان السبب يرجع الى اسفين ضربوا احد الشخصيات التي يقوم بتخليطها على الشاشه، ويؤكد اخرين ان السبب امتناعه عن المشاركه في حفل اضواء المدينه الاخيره. ايه صحة هذا الخبر؟ هو خبر صحيح جدا. خبر صحيح. خبر فعلا صحيح. منعهم من حضرتك. انا قريت الخبر. قريته؟ قريت الخبر يعني الكلام ده نزل فعلا خبر بيقول كده ومنعوا ظهوره على الشاشة لمدة 3 سنين الا في سجن تورا يعني كأني محكوم عليا بالسجن يعني. لا انا كان المفروض ان انا كان اقدم حفلة في الصيف اللي فات في اسكندرية. تمام. فانا مجنون يعني بحب اعمل افكار كده جديده وبتاع، فجبت ونش من بتوع المقاولين العرب وحطيت فيه قطعه ديكور، وكنت بقدم فكره محطه تلفزيونيه جديده اسمها محطه عبده عبد الله. المحطه دي بتنزل لنا فعلا من سقف المسرح من خلال ونش، بينزلوا منها ناس بيعملوا عرض داخل تلفزيون بمكتبه، قطعه الديكور ده تلفزيون وجواه مكتبه. فبعمل المشاهد اللي يصلح ان انا اعملها داخل الشاشه بعملها داخل الشاشه، واللي يصلح ان انا اعملها خارج الشاشه بعملها خارج الشاشه. فكره مجنونه وانا اللي كلفتها وانا اللي عملت. المفروض إن انا فكرت فكره زي دي، المفروض في متابعين، انا فنان مش جهه امنيه، لابد ان يحصل بروفات للحاجات دي والونش بينزل وحاجات كده. فدورت على المسؤولين والمخرج وكده ما لقيتش حد، و فما رحتش الحفله. بس كلمت طبعا الاستاذ حمدي الكنيسي رئيس الاذاعه وقلت له ان انا اعتذرت له ان انا مش هاجي، فلقيت الخبر ده مكتوب. وتاني يوم نزل خبر قال ان مفيش حاجه زي كده حصلت. تكذيب لهذا الخبر. لعله احب الوجوه على الشاشه او اقربها الى القلوب هو مثل لوحه فنية رائعة التفاصيل حتى تكاد تنطق بالوسامة. مشواره الفني يمكن اختصاره في كلمة واحدة وهو التميز. يمتلك قدرة فائقة على جذب الكاميرا وكأنها عاشقة لكل خلجاته وسكناته. هو مزيج رائع من الأرستقراطية والبساطة والقبول، وخصوصا في المسلسل الذي كان يقول فيه للبطلة بحبك يا سعاد، بحبك يا سعاد، سعاد انت موت يا سعاد. اهلا بالفنان النجم محمود قبيل. اهلا بيك استاذ. اهلا استاذ محمود عزب. سمعت عن برنامج مانشيت؟ سمعت طبعا سمعت. قبل ما ابدا معاك البرنامج احب اسالك، شعر ولا داء؟ ايه رايك يا استاذ محمود في المانشيتات الصحفيه؟ انت هتسالني سيادتك دلوقتي نفس السؤال اللي انت بتساله. المانشيتات الصحفيه زي ما انا قلت ان هي الجملتين او السطر اللي بيتقال في الاول عشان يجذب انتباه القارئ عشان يقرا الموضوع. غالبا بيبقى المنشات غالبا بتبقى حرفيا في الصحافه معمول للغرض ده. بعض المنشتات ساعات بتبقى عشان تجذب الناس بتسيء الى يعني في افتراءات. في افتراءات. طيب احنا معانا بعض المنشتات. ايه ده؟ دي عليك انت يا استاذ مش عليا. لا عليك انت طبعا. محمود قبيل رئيس تحرير
انتشرت إشاعة قوية تؤكد أن الفنان النجم محمود قابيل بعد تقديمه برنامج مانشيت ينوي إصدار صحيفة فنية متخصصة تكون مهمتها تصحيح الأخبار الخاطئة التي تنشر عن زملائه في الوسط الفني. إيه رأيك في الكلام ده؟ طبعا الخبر ده مش مظبوط، إنما أتمنى أن أنا أكون عندي القدرة أن أنا فعلا أمتلك مجلة ويكون فعلا غير أنها هتبقى ثقافية وفيها حاجات كتير جدا، أنها هتبقى للدفاع وتصحيح الأخبار التي تسيء لزملائي الفنانين. احنا عائلة واحدة وكلنا اخوات، ما نحبش ان اي حد يسوق لنا. زي ما لما عملنا مشهد، لقيت في هجوم من بعض الصحفيين، لا من معظم الصحفيين، ففي صحفيين اصحاب جدا يعني اصحابي، فقلت لهم يا جماعه ايه الحكايه؟ قالوا لا اي حاجه تسيء للصحافه. انا قلت لهم دي مصالحه مع الصحافه الفنيه. قالوا لا بس هي تاخد كده فلازم كلنا نبقى مع بعض. فانا فعلا اتمنى ان يبقى عندي مجله واي حاجه تسيء الى اي ممثل او ممثله. الفكره دي جات لك قبل ما لا ما جاتليش، بس دي فكره لسه دلوقتي قريها مطروحه دلوقتي يعني. علشان البرنامج اللي حضرتك عملته. تمام. بسبب المعجبات محمود قابيل يغير ارقام تليفوناته، ايه ده؟ وكأنه قدره أن يلاحق بشكل دائم من الجنس اللطيف، فبعد العديد من أدواره المميزة في العديد من المسلسلات أخرها هوانم جاردن سيتي، أصبح الفنان محمود قابيل فتى أحلام لآلاف الفتيات والمطاردة المستمرة في كل مكان. حتى أنا كمان هطردك أهو. حتى اضطر محمود قابيل إلى تغيير أرقام تليفوناته اسبوعي. ايه رايك في الكلام؟ رايي في الكلام ده طبعا مش بحقيقي. ما عنديش القدره ان انا اغير تليفوني اسبوعيا. تليفون زي ما هو ما اتغيرش. ولو في مكالمات فانا عندي انسرنج ماشين هي اللي بترد على كل الساده اللي عاوزين يتصلوا وبتاع، والتليفونات اللي انا بقدر ارد عليها برد عليها. يعني فعلا انت ما بيحصلش مساله المطارده دي؟ لا ما فيش مطارده. مطارده ليه؟ لا مفيش مطارده. لا على الوسامه والبنات كلهم بيقولوا ان محمود قابيل من الشخصيات اللي بتجذب. طب الحمد لله دي حاجه كويسه جدا يعني. المراه بسبب المعجبات محمود قابيل يغير ارقام تليفوناته اسبوعيا. طيب ده الخبر اللي فات. الخبر اللي بعده بيقول ايوه استاذ لا لازم اجيبها طبعا. انا معجب جدا بال النضاره والشعر حقيقة. لا والدبوس. الدبوس ما جابنا لك دبوس. دبوس لن اعمل. معقول؟ في خبر هنا يا أستاذ محمود بيقول محمود قابيل غاضبا لأنها لن أعمل في السينما بعد اليوم. قرر الفنان محمود قابيل أنه لن يعمل في السينما مطلقا، والسبب أن مخرج السينما لا يرشحونه إلا في أدوار الجان، مما جعله يميل للعمل السينمائي، لأنه يتمنى أن يخرج ألتقاط الكبيرة التي بداخله في أدوار مختلفة مثل ابن البلد والمعلم والسواق والمحامي والثائر وكل الألوان والأشكال بما فيها الكوميديا. أنت عندك حق طبعا لو الكلام ده اتكتب. وفي طبعا في يعني المشهد ده أو الخبر ده طبعا مش زي ما هو مكتوب كده، بس في طبعا حقيقة في إن أنا مهم جدا بالنسبة لي إن أعمل تنوع في الأدوار.
ومش بس دور الجانب اللي انا هعمله عشان في طاقات فعلا في الواحد هو يتمنى انه ينوع في الادوار. وفعلا نوحت وعملت ادوار، يعني عملت دور سواء العربيه النقل الامي اللي ما يعرفش يقرا ولا يكتب، وعملت دور ضابط مجلس قياده الثوره، وعملت دور ضابط مباحث الاموال العامه اللي بيطارد الفساد في كل حته. ففي تنوع يعني، لما الجمهور بيصر على شكل معين لمحمود قبيل يعني. هو انت ليك حق طبعا، يعني انت المفروض ان انت بتتمنى تعمل كل الادوار اللي في الدنيا. انا حقيقي بلف كتير كده الاستاذ محمود. طبعا بتلف كتير. ايوه. يعني تلف وانت قاعد. استاذ محمود، ايه المانشيت اللي اول ما قريته زعلت قوي واثر فيك؟ ده بجد بقى، وكل اللي فات كان بجد ده بقى. اولا اشكرك انك انت اديتني الفرصه ان انا اقعد هنا، وبرضه ان انا اعبر عن رايي، وخاصة في الفترة اللي احنا موجودين فيها والهجوم المستمر على البرنامج من الصحافة الفنية. اولا الهدف من هذا البرنامج مش الهجوم على الصحافة، بالعكس الهدف هي المصالحة بين الفنانين، الزملاء الفنانين والفنانات والصحافة الفنية. انما الحاجة اللي اساءت ليا المنشئ تردد على سؤال حضرتك اللي اساء ليا، وبتحط في الصف الطويل من الفنانين اللي جم قعدوا على هذا الكرسي، وحضرتك كمان كنت قاعد على هذا الكرسي، وبقول برضو بشارك الفنانين والفنانات زملائي، واقول المنشئ اللي ضايقني اللي انا قريته ضايقني، ان انا لما رجعت من امريكا قريت خبر ان محمود قبيل طرد من الخدمه العسكريه وبعد حرب 67، وراح في اسرائيل فاتح شركه سياحه في اسرائيل ومتجوز واحده اسرائيليه. منشط وخبر بيقول كده مدمر طبعا. مش مدمر. عارف بقى حضرتك انا خدته ازاي؟ قلت لا، الانسان اللي كتب كده قطعا ما يعرفش محمود قبيل. اللي يحزن بقى بعد كده ان انا رحت للبني ادم ده بكرنيه القوات المسلحة بالشهادات التقدير بتاعت القوات المسلحة، خصوصا بعد شهادات التعامل بعد الضابط ما بيسيب، ان الخبر ده مش مظبوط عشان انا خدمت لغاية سنة 73. فهمته ان استعمال كلمة الطرد من الخدمة العسكرية دي بيطرد يا يبقى جاسوس يا حاجة مخلة للشرف، فعيب ان الواحد يعمل كده، وكلام ده مش بحقيقي عشان ادي الاوراق دي كلها. وريت للبني ادم اللي كتب الكلام ده، قلت له ازاي تكتب كلام زي كده؟ طب ايه الفايده بعد ما يكتب كده؟ يعني هيرد بده؟ ما المفروض بقى انه كذب، المفروض انه ودي الحاجه اللي تحزن، او يحكي الحكايه دي. الحاجه اللي جالي محمود قبيل ما اعرفش امتى، وقلت له ادي الفتره اللي انا قعدتها في امريكا، وممكن اوري لك الفيزات، وممكن اوري لك عملي في الولايات المتحده، وريت له كل حاجه بكل بساطه وبكل هدوء. ما كذبش الخبر، والخبر ممكن يكون بيضر لغايه النهارده وموجود. فادي ادي ادي حاجه ضايقتني جدا، واللي انا قلته في الاخر قلت حسبي الله ونعم الوكيل. طيب الف لفه ودي اتفضل. الاستاذ الفنان النجم محمود قابل، السؤال بتساله مين؟ الفنان النجم محمود قابل، ايه بقى المانشيت اللي تتمنى انك تصحى الصبح فعلا وتلاقيه مكتوب؟ المانشيت اللي احب اصحى الصبح والاقيه مكتوب: السلام يعم العالم، والاحتفال الاحتفال بعودة القدس عاصمة فلسطين، وصلاة في المسجد
الأقصى لكل محبي السلام. طيب عموما حضرتك في البرنامج بتسأل كل الفنانين وبيقولوا أنا ليا تعقيب على حلم حضرتك لما تصحى الصبح تلاقي منشط مكتوب إن السلام يا عم العالم. لا أعتقد يعني لا تعتقد يعني يعني خلينا بلاش نحلم للناس تمام لكل الكرة الأرضية يعني يعني احنا فعلا بنحلم بنفسنا يعني أنا عجبني كل الناس تقريبا معظم الناس قالت إنها بتتمنى إنها القدس إن عودة القدس يعني تتمنى القدس عاصمة فلسطين لكن فعلا أنت بتتمنى إن السلام يعم على العالم كله على الكرة الأرضية فعلا طيب. عموما بقول لحضرتك كل سنة وأنت طيب صح سلام. وآخر حلقة دي في البرنامج إن شاء الله مسافر النهاردة رايح أمريكا إن شاء الله إن شاء الله بنشكر الفنان محمود قاسم.